السلام يا باشا. الصحفيين تركب في القطر من هو احمد على عم احمد السلام يا باشا السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم وقعنا صدق لازم تاكل بعيش من التتابع ثواني ما تتحركش اوعى تتحرك اوعى تتحرك سيبوه يا جماعه اتكلم معانا اكتر والله يا رب ربنا وصلني للطريق النور وتشكر جدا يا رب ان شاء الله وربنا يكفك خير انا في قلبي ان انا اتكرم انت وصلني النور وخد ذات عن جنب بس